السلام عليكم إخوان، بخير، لاباس عليكم. هاني، إذا كنت زائر جديد دير لايك ولا شارك في القناة، يوصلك فيديو جديد وراه كاين ما يدار، كاينين معلومات جيدة. عندنا واحد فيديو دابا قصير على ضواغط الانفينتر سامسونج و ال جي، واش يمكن لينا نحطو ضاغط ال جي في ثلاجة سامسونج او العكس صحيح، او سامسونج في ثلاجة ال جي، يعني على كارطة ال جي تخدم في سامسونج او كارطة سامسونج تخدم في ال جي، واش يمكن او لا؟ واش هاد الفكرة هادي ممكنة او لا؟ كاين بعض الاخوان يقول لك اودي ما يمكنش، لان هو كيقول لك اودي الضاغط عنده القدرة ديالو ديال الاوم كتمشي مع الكارطة ديالو، راه متفق معاه. ولكن في حالة الا ما لقيتيش مثلا واحد الضاغط وانت في بلاصة بعيدة انك تحضر ضاغط اخر ديال الشركة اللي بغيتي، وعندك ضاغط في القيمة التبريدية قريب ليه، يمكن لك تخدم ضاغط سامسونج في ال جي، ويمكن لك تخدم ال جي ضاغط ال جي في سامسونج، ما كاينش مشكل. انا نعطيك التجربه ديالي اللي درتها وهي خدامه عندي الان، ونمشيو عليها. قرب عندي نوريك. هذا ضاغط ال جي، شركه ال جي. هو ضاغط شركة ال جي الانفينتر، واخا هذا سامسونج، هو شركة سامسونج. هنا حاليا لا اتوفر على ضاغط سامسونج، وعندي ضاغط ال جي، حطيت ضاغط ال جي في مكان ضاغط سامسونج في ثلاجة سامسونج. ندوزو نوريكم التجربة اللي درنا بالعملية ان شاء الله. حاليا ثلاجة سامسونج، كارتة للتحكم وكارتة للضاغط. حاليا الضاغط يعمل، البويو تعمل، هنا لا يوجد اعطال، البويو طافية حاليا. ضاغط ال جي، نحط هاد البلاكة مزيان بشوية 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 هايا. هنا ضاغط ال جي، هاهو في ثلاجة سامسونج، في ثلاجة سامسونج الضاغط يعمل أمور جيدة، تبريد جيد، أمور جيدة تصل إلى ناقص 30 درجة. درجة الفريزر أو الفريجو ناقص 24، هو داخل الفريجو طالع هذا. الأسفل جهة أنا احنا هاي سامسونج الزرف به اللي ذاك شوية غالي. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم على هذا الضاغط، وراه يمكن لك تقلب الضواغط، يعني يمكن لك دير ال جي في سامسونج، ويمكن لك دير سامسونج في ال جي، بشرط ان يكون القدره التبريديه متقاربه. ولا عجبك الفيديو شارك في القناه ولا دير لايك، يوصلك فيديو جديد. وتحيه لجميع الاخوان المشاهدين من المعلم رضوان على الدعم ديالهم للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوش الدعاء، الله يعاونكم.